الو الو ايوه ازيك يا وسام؟ الحمد لله تمام. ازاي عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. انا بقالي 33 سنه نفسي اسمع صوتك. يا خبر ابيض، انا بسمعك على التلفزيون على طول. الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. طيب اتعرف بيكي. سلمى. سلمى كم سنه يا سلمى؟ 33. ايه ده، انت من ساعه ما اتولدتي نفسك تسمعي صوتي؟ اه والله العظيم. حبيبي ربنا يخليك يا سلمى. الله يخليك. قولي لي، مرتبطه يا سلمى؟ اه متجوزه. عندك ولاد؟ ثلاثه. ربنا يخليك. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يخليك. جوزتي عن حب ولا جواز تقليدي؟ هو لا، عن حب. عن حب. طب احكي لي بقى ايه الحكايه. انا بحبه جدا جدا، بس بغير عليه قوي قوي قوي. فجيت فتره كده نزلت عند والدتي، قعدت عندها شهرين، لقيت موضوع كده خيانه، فزعلت منه قوي. بس هو عمره في الايام اللي فاتت دي كلها، مسافه جوازنا، عمره في حياته ما عمل كده. ده يمكن الشيطان اول ما لقاكي اختفيتي شويتين كده قال لك الله فريسه، العب بدماغه شويه. بس عمره ما عمل كده. ما هو عشان عمره ما عمل كده بقول لك كده. الشيطان لقى باب يدخل منه، لقى فريسه، فقال لك ازق له حد. المهم وبعدين حصل ايه؟ ما فيش، اتنتني ايه يعني، عملت مشكله واتخانقت معاه وقعدت فتره كده مقطعاه. فرجعت تاني لقيت كذا واحد كده بيتكلموا، فقال لي خدي التليفون اعملي بلوكات اللي انت عايزاه، وحياتي قدامك مكشوفه، وشوفي انت عايزه تعملي اعملي. بس هو دلوقتي بقى الحمد لله كويس جدا جدا معايا. بس عيبي حاجه واحده، اللي انا بقيت بشك فيه كتير قوي. اه طبعا، عشان اللي هو عاد بيزهق. فبس هو انا شايفه اللي هو بيعزني جدا، بيقول انا ماليش غيرك، انت عندي بالدنيا، انت حبيبتي، انت حياتي، انا ضحيت بحاجات كتير عشانك. وانا كنت في بلد، دلوقتي بقيت في بلد تانية. يعني كنت عايشة في بلد اول ما اتجوزت، وبعد كده بعديها فترة جابني عشت معاه. ف مش عارفة صراحة اللي انا بعمله معاه ده. بصي عايز اقولك حاجة، خليني اكلمك بصراحة، والكلام بتاعي ده ساعات بيزعل الناس. لا عادي. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البني ادم، اوكي، خلقه واداله كل النعم واداله كل حاجه، وزي ما احنا عارفين القصه بتاعت سيدنا ادم والتفاحه وما تاكلش من التفاحه والحكايه والروايه، علشان مش شجره التفاح دي، علشان هغضب عليك. لما ربنا غضب على الانسان بعد ما كل شجره التفاح دي، التفاحه دي، ادم وحواء ونزلوا على الارض واتحرموا من نعيم الجنه، نزلوا المكان اللي فيه شيطان. ربنا عارف ان هيكون فيه شيطان، والشيطان ده ربنا عارف انه هيجربنا، وعارف انه هيضايقنا. وعشان كده ربنا كل اللي منتظره مننا احنا في اخر مشوارنا، ان احنا حتى في اخر ايامنا نتوب ونبقى كويسين، علشان في الاخر نروح عند ربنا سبحانه وتعالى. انا بكلمك في المطلق، بدون بقى تفاسير دينيه، وبدون، لان انا راجل لا محلل ديني ولا مفسر، ان انا راجل عندي فكر كده معين، ان احنا هنتعرض لمضايقات والام واتعاب غير طبيعيه طول حياتنا، وكل اللي علينا ان احنا نواجه ده عشان نرجع تاني نقف على حل. فاكيد جوزك ما عملش كده بواعز ان هو راجل بايظ اساسا، ما في ناس عاشقه للبوظان، مش كده؟ اه تمام. انت قلتي جوزك مش كده، انما هو تعرض لحمله هجوميه من الشيطان، دخل عليه بكل اسلحته عايز يطرقع البيت. ومن مصلحه الشيطان انه يبوظ لنا بيوتنا ويبوظ لنا حياتنا، ويخلينا عايشين في عثرات وفي ضيق وفي تعب. عثرة أزمة وعدت. طالما سمحتي انت، بس سمحتي. اه سمحت. خلاص، طالما سمحتي يبقى انت كمان عليكي على قد ما تقدري انك تحاولي تبني الثقة دي تاني. انا عارف ان مسؤولية بناء الثقة دي المفروض تبقى مسؤولية جوزك مش مسؤوليتك. ليه؟ لان هو اللي هد الثقة. اه. فهتتبني الثقة دي تاني بالتدريج. هتعرفيها من ايه؟ من مواقف، من ظروف محيطة، من مواقف شبه اللي حصلت ولقيتيه واقف قال لا. حاجات كتيرة جدا هتاخد وقت معاكي. بس انت طول ما انت قاعدة دلوقتي، انا مش قادرة، مش قادرة انسى، مش قادرة مش عارف ايه، بس انا مش قاعدة عمالة تعملي كده في نفسك، هتفضلي طول عمرك حزنانة. اصل عمره في حياته ما عمل كده، فدلمت عني اللي هو عمره حلو. حياته. حلو. حلو. اللي مثلا عمره في حياته ما شرب سجاير وابوه اكتشف انه بيشرب سجاير، ما هو هيزعل. اوكي، بس في ناس كملت، وفي ناس قالوا لا خلاص يا بابا مش هشرب سجاير تاني. الاب هيفضل شاكك فيه شويتين،
لحد ما يطمن ان ابنه ده خلاص بيلعب رياضة، لا ما بيدخنش، لا خلاص اطمن على ابنه. هي نفس طبعا مع فارق حجم المصيبة اللي بتحصل، بس هي هي. انت كل اللي عليكي انك تقعدي معاه قاعدة قولي له بص بقى، انا بحبك وانت بتحبني وانا بحترمك وبقدرك. المواقف اللي حصلت دي كسرت جوايا حاجز كده، يعني كسرت جوايا حائط، حيطة الثقة اللي انا بنيها لك. اوكي، انا بقولها لك بصراحة، هتتعب تاني علشان ارجع تاني اثق فيك، ومش هقدر اثق فيك الا لما الاقيك مواقفك وظروفك وحياتك بتثبت لي يوم بعد يوم ان دي كانت هفة وعدت ومش هتتكرر تاني. فما تزعلش مني لو غيرت، لو قلقت، لو اتضايقت، لو قفشت، ده وضع طبيعي لان انت اللي هديت الثقة. انا سامحتك عشان عايزة بيتي يمشي وعايزك معايا وانا بحبك، بس لازم ترجع تاني تثبت لي بكل افعالك انك تكون جدير بالثقة اللي انا اثق فيك تاني واحس ان انا مطمنة وانا عايشة معاك.